احنا بنحتفل باليوم العالمي للايدز 2021 واحنا بنعيش للسنه الثانيه على التوالي في ظل جائحه فيروس كورونا المستجد. والحقيقه ان الدراسات الحديثه اكدت ان الاشخاص المتعايشين اكثر عرضه لخطر الوفاه وحدوث مضاعفات خطيره عند حدوث عدوى بفيروس كورونا المستجد. وبناء عليه فان منظمه الصحه العالميه والعديد من الهيئات الدوليه اصدرت توصيات باعطاء الاولويه للاشخاص المتعايشين لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، بالاضافه لتوصيات للاشخاص المتعايشين تحثهم على ضروره الحصول على التطعيمات بجانب الالتزام بكافه الاجراءات والارشادات الصحيه زي الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب الانسحام والالتزام بارتداء الماسك الطبي والحفاظ على الأدوية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية.